بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في المحاضرة الجديدة. المحاضرة بعنوان إيثرنت بروتوكول. الإيثرنت بروتوكول هو أحد بروتوكولات الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير، وبيستخدم في شبكات اللان. والبروتوكول ده بيغطي الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير. والداتا لينك لاير زي ما قلنا قبل كده بتنقسم لتو سب لاير، ال سي لاير والماك لاير. ال ال سي لاير رقم البروتوكول الخاص بيها 802.2، ورقم بروتوكول الماك سب لاير والفيزيكال لاير 802.3. ال ال سي لاير بتطبق بالسوفت وير وموجوده بالفعل في الاوبريتنج سيستم، اما الماك سب لاير والفيزيكال لاير بتطبق داخل النتورك انترفيس كارد. بروتوكول الايثرنت بيسبورت داتا ريت بيبدا من 10 ميجا بت بير سكند حتى 100 جيج بت بير سكند. ال 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 سي سب لاير هي اللاير اللي ما بين النتورك لاير وما بين الماك سب لاير، يعني هي الانترفيس اللي ما بين النتورك او الانترنت لاير واللور لايرز. الماك سب لاير ليها وظيفتين رئيسيتين. اول وظيفه انها بتعمل داتا انكابسوليشن، ومعنى داتا انكابسوليشن انها بتضيف فريم هيدر وفريم تريلر على الداتا اللي جايه من الهاير لاير. اما الوظيفه الثانيه من وظائف الماك سب لاير اللي هي الماك اكسس كنترول، هي تحديد كيفيه وتوقيت ارسال البيانات على الفيزيكال تشانل. السلايد اللي قدامنا بتوضح الهيدر والتريلر اللي بيتم اضافتهم في مرحله الماك سب لاير. حجم الفريم بعد اضافه الهيدر والتريلر بيكون ما بين 64 بايت الى 1500 بايت. لو اقل من كده او اكتر من كده بيعتبر ايرور، وبيتم تجاهل او عمل ديسكارد للفريم اللي بيتخطى الحجم ده او بيقل عنه. الفيلس الموجوده قدامنا هي الفيلس اللي بيتم اضافتها على الباكت. بتبدا بيه البريامبل، وبعديه الديستنيشن ماك، السورس ماك، والايثر تايب، والديتا بعد كده اللي جايه من الهاير لاير اللي هي الباكت، وبعد كده الفريم تشيك سيكونس او اف سي اس. خلينا نعرف مع بعض ايه هو الماك ادرس اللي بيتم اضافته في مرحله الماك سب لاير. الماك ادرس هو عنوان كارت الشبكه الراسل او الموصل اليه. والماك ادرس بيتكون من 48 بت، وبيتم تمثيلهم بنظام الهكس ديسمال او السداسي 10 عن طريق 12 هكس ديسمال ديجيت. الجدول اللي قدامنا بيوضح كيفيه التحويل من ديسمال لباينري لهكس ديسمال. الهكس ديسمال بيبدا من 0 بينتهي عند اف، وبيتم تمثيل كل ديجيت هكس ديسمال ب4 بت باينري، بمعنى ان 0 بيتحول ل 4 زيروز بالباينري، 5 بتتحول ل 0101 بالباينري، A رقمها عندنا 10 وبتتحول بالباينري ل 1010، واخر ديجيت عندنا F اللي قيمته بالباينري 1111 وما يرادفه بالديسيمال 15. وعشان نعرف ان الرقم اللي قدامنا مكتوب بالهكس ديسيمال بنحط قبله 0x وبعديها الرقم المكتوب بالهكس ديسيمال. الماك ادرس بينقسم جزئين. اول جزء اللي هو اول 3 بايت بنسميه OUI، والقيمه دي بتكون يونيك على مستوى الاورجنايزيشن المصنعه للكارت، بمعنى ان كل شركه بتصنع كروت شبكه نوعها ايثرنت بيبقى ليها 3 بايت فيكسد، 3 بايت قيمتهم ثابته. على سبيل المثال شركه سيسكو OUI بارت بتاعها 0062F، اما الثلاثه بايت الباقيين دول بنسميهم فيندور اسايند، وممكن نسميهم السيريال نمبر بتاع الكارت، لان القيم الباقيه اللي هم 24 بت او 3 بايت قيمتهم بتبقى يونيك على مستوى الكروت، يعني ما ينفعش يتكرر القيمه دي على مستوى الكارت الواحد اللي مصنعاه شركه معينه. معنى كده ان الماك ادرس بصفه عامه بيبقى يونيك، ما بتتكررش العناوين الخاصه بالكروت على مستوى العالم. في بداية تشغيل جهاز الكمبيوتر قيمة الماك أدرس الموجودة على كارت الشبكة بيتم عمل كوبي ليها
وضعها في الرام الخاصة بالجهاز، وبيتم استخدامها بعد كده أثناء إرسال الفريمز، وبتتحط قيمة الماك أدرس داخل البارت اللي اسمه سورس أدرس في أي فريم. ولو عايزين نشوف الماك أدرس على أجهزة الويندوز بنعمل أمر IP config مسافة سلاش all، ولو عندنا أجهزة لينكس أو يونكس بنعمل أمر IF config. والماك أدرس ممكن نسميه هاردوير أدرس أو فيزيكال أدرس أو ماك أدرس، وممكن نمثله بطريقة من الثلاثة الموجودين قدامنا، يا إما في داش ما بين كل 2 هكس ديسمال ديجيت، أو وجود نقطتين ما بين كل 2 ديجيت، أو وجود دوت بين كل 4 هكس ديسمال ديجيت. عندنا ثلاث أنواع من أنواع الماك أدرسز. أول نوع اليونيكاست ماك أدرس، وده اللي شرحناه من شوية وقلنا إن كل كارت شبكة بيكون له ماك أدرس فريد ما بيتكررش، وبيتم وضع السورس ماك والديستنيشن ماك في اي فريم طالع من جهاز ورايح لديستنيشن، زي الرسمه الموجوده قدامنا واللي بتوضح ان السورس هوست اللي الماك بتاعه بينتهي ب 53 مطلع فريم، والفريم ده هيوصل للماك ادرس اللي اخر قيمتين فيه 28، فهنلاقي في الفريم الصادر الماك ادرس السورس 53 والديستنيشن 28. اما في مرحله اللاير 3 اللي هي الانترنت لاير بيتم وضع السورس اي بي والديستنيشن اي بي، بالتالي الداتا اللي خارجه من جهاز بيكون فيها نوعين من العناوين المستخدمين. مرحله الماكسب لاير بيتم وضع السورس ماك والديستنيشن ماك، ومرحله لاير 3 او الانترنت لاير بيتم وضع السورس اي بي والديستنيشن اي بي. طالما الفريم خارج من سبيسيفايد ماشين ورايح لسبيسيفايد ماشين، يعني من سورس معين لجهاز معين، بالتالي النوع ده من الفريمز بيبقى اسمه يونيكاست فريم، وبيستخدم الماك ادرس الخاص بالكروت الموجوده في الاجهزه، بالتالي المسج ديت يونيكاست مسج. النوع الثاني من عناوين الماك البرودكاست ماك. البرودكاست ماك قيمته ثابته وهي عباره عن 12 اف زي ما واضح في المثال بتاعنا. لو تم وضع 12 اف في الفيلد بتاع الديستنيشن معنى كده ان المسج دي برودكاست مسج، بالتالي لو المسج خرجت من الجهاز ده راحت لغايه السويتش، السويتش بيبعت المسج دي لكل الاجهزه المتوصله بيه. اما على مستوى لاير 3 فالبرودكاست ادرس هو العنوان اللي الجزء بتاع الهوست الموجود فيه بينتهي ب وانز، وطبعا وانز بالباينري معناها عندنا بالديسمال 255. النوع الثالث من انواع الماك ادرسز المالتي كاست ماك ادرس. المالتي كاست ماك ادرس بيبتدي ب 01005E وهو فيكسد باترن مستخدم للمالتي كاست مسجز. وافكركم بان المالتي كاست مسجز هي المسج اللي صادره من جهاز واحد والديستنيشن بتاعها مجموعه محدده من الاجهزه او جروب اوف بي سيز. اما على مستوى لاير 3 فالاي بي ادرس المستخدم في عناوين المالتي كاست بيبدا من 224.0.0.0 وبينتهي عند 239.255.255.255. نتكلم دلوقتي عن اجهزه السويتشز الموجوده في شبكات اللان. دور اجهزه السويتشز انها تكونكت البي سيز الموجوده في شبكه التوبولوجي بتاعتها ستار. علشان السويتش يقوم بتوصيل الاجهزه ببعض بيكون موجود جدول في ذاكره السويتش او الرام الخاصه بالسويتش، اسم الجدول دوت ماك ادرس تيبل، وممكن نسميه كونتنت ادرسبل ميموري او كام تيبل. الماك ادرس تيبل فيه خانتين رئيسيتين، اول خانه او فيلد هو البورت نمبر اللي موجود على السويتش بالفعل، يعني على سبيل المثال السويتش اللي قدامنا اول بورت فيه رقم 1، البورت الثاني رقم 2 3 4. ممكن سويتش تاني يكون اول بورت اسمها فاست 0 على 1، البورت الثانيه فاست اس 0 على 2، البورت الثالثه فاست اس 0 على 3، الرابعه اف 0 على 4. ممكن نوع تاني من السويتشات يبقى اول بورت جيجا 0/0، البورت الثانيه جيجا 0/1 وهكذا. اذا الفيلد اللي اسمه بورت واللي موجود في الماك ادرس تيبل هو الفيزيكال بورت اللي مكتوب على بورتات السويتش. اما الفيلد الثاني الماك ادرس
هو عنوان الماك الخاص بالجهاز اللي متوصل على البورت. يعني في المثال بتاعنا ده المفروض يكون موجود في الخانة الأولانية واحد اللي هو بورت نمبر 1، والماك اللي قدامه بينتهي بزيرو A، 2 والخانة اللي قدامها بينتهي بزيرو B، وهكذا. السويتش بيستخدم الماك ادرس تيبل علشان يحدد يوصل الفريم لأني ديستنيشن زي ما هنشوف في السلايس الجاي. علشان السويتش يقوم بدوره واللي هي توصيل الأجهزة ببعض في شبكات اللان بيعمل عمليتين، أول عملية اللي بيسموها ليرنينج، وتاني عملية اللي هي فوروردينج. السويتش باي ديفولت بيشتغل من غير ما نعمل له كونفيجوريشن، وده لأنه بيتعلم الماك ادرس تيبل، يعني بيبني الماك ادرس تيبل اوتوماتيكلي، ودي اللي بنقصد بيها بعملية الليرنينج. يبقى عملية التعلم او الليرنينج معناها ان السويتش يقدر يبني السويتشنج تيبل او الماك ادرس تيبل لوحده من غير اي كونفيجوريشن. اما الفوروردنج بروسيس معناها ان السويتش يقدر ياخد قرار ازاي يبعت الفريمز المختلفة للديستنيشن هوستس المختلفة. نبدأ باول عملية وهي عملية الليرنينج او التعلم. اول ما السويتش يشتغل بيكون الماك ادرس تيبل فاضي. لما يكون الجهاز A عايز يبعت مسج للجهاز D، فبتخرج رسالة او فريم من الجهاز A للسويتش. الفريم مكتوب فيه السورس ماك والديستنيشن ماك. لان السويتش مش متعلم اي حاجة لغاية دلوقتي، الماك ادرس تيبل بتاعه فاضي، فبيقرأ السورس ماك الموجود في الفريم ويسجل عنده ان بورت واحد موجود عليها الماك ادرس اللي بينتهي بزيرو A. وطالما الديستنيشن ماك مش مكتوبة عنده في الماك ادرس تيبل، بيبعت الفريم لكل البورت الموجودة في السويتش ما عدا البورت اللي مستقبل منها الفريم. بالتالي الفريم هيوصل لجهاز B وC وD. الفريم موجود فيه الماك ادرس بتاع الجهاز D، فجهاز B وC بيتسكارد الفريم، وجهاز D بيرد على الفريم بفريم آخر. والفريم دوت موجود فيه السورس ماك اللي هو بتاع الجهاز D والديستنيشن ماك بتاع الجهاز A. لما الفريم ده يوصل للسويتش، يقوم السويتش يكتب ان بورت 4 موجود عليها الماك ادرس اللي بينتهي بيه 0D، وبعد كده يعمل فورورد. هيلاقي ان الديستنيشن ماك متسجل عنده على بورت 1، فيبعت الفريم لبورت 1. ونفس العملية بتتكرر لما مثلا بي يبعت لسي. لما بي يبعت لسي فالفريم موجود فيه السورس ماك بيروح لبورت 2، السويتش يسجل ان السورس ماك اللي هو 0 بي موجود عنده على بورت 2، ويبعت المسج لكل البورتات ما عدا البورت اللي جاي له منها المسج. مش هيرد على الفريم دوت الا الجهاز سي. فبالتالي لما جهاز سي يرد على السويتش هيتسجل الماك بتاع جهاز سي في الماك ادرس تيبل. بكده الماك ادرس تيبل اتكتب واتملى فعلا ببيانات الماك ادرسز الخاصة بالاجهزة. لو في جهاز معين ما بعتش او ما استقبلش ديتا لمدة 5 دقايق، السطر الخاص بيه في الماك ادرس تيبل بيتم الغاء، وده عشان نقلل الحجم الخاص بيه الماك ادرس تيبل. العملية التانية اللي بيقوم بيها السويتش عملية الفوروردينج. عملية الفوروردينج هدفها ان السويتش يبعت الفريم لسبيسيفايد بي سي. لما يكون الماك ادرس تيبل بتاع السويتش مكتمل، بالتالي لما يتم ارسال رساله من جهاز A مثلا لجهاز D، الفريم بيوصل من A للسويتش. السويتش بيسيرش على الديستنيشن ماك في الجدول بتاعه، ولما يلاقي الديستنيشن ماك في الجدول بيفورورد الفريم للبورت الموجود عليها الماك ادرس، يعني هيبعت المسج من 1 ل 4 مباشرة. في الحالة دي طبعا ما بيعملش برودكاست او ما بيبعتش الفريم لكل البورتس، لانه بالفعل مسجل عنده الماك ادرس الخاص بيه الديستنيشن. اما في حال رسائل البرودكاست، فلو بعتت من جهاز معين السويتش بيبعت رسالة البرودكاست لكل الاجهزة بلا استثناء، ما عدا البورت اللي جاي له منها الرسالة.
نتكلم دلوقتي عن بروتوكول الارب او الادرس ريزولوشن بروتوكول. عرفنا في السلايدز اللي فاتت ان الفريم بيكون فيه الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن والماك ادرس بتاع السورس والديستنيشن. الاي بي بتاع السورس والاي بي بتاع الديستنيشن بيكونوا معروفين مقدما، لان السورس اي بي موجود عندك في الجهاز والديستنيشن اي بي يا اما اليوزر بيكون عارفه يا اما بروتوكول الدي ان اس بيجيبه للجهاز. لاير 2 هيدر اللي بيكون فيها السورس ماك والديستنيشن ماك، جهازك بيبقى عارف فيها السورس ماك بس باي ديفولت لان هو ده الماك الموجود في كارت الشبكه بتاعك. هيعرف منين الديستنيشن ماك؟ البروتوكول المسؤول على انه يعرف جهازك الماك بتاع الديستنيشن هو بروتوكول الارب او الادرس ريزولوشن بروتوكول. يبقى وظيفه الارب بروتوكول والموجود في كل الاجهزه انه بيجت الديستنيشن ماك ادرس. وفي عندنا حالتين لبروتوكول الارب، لو الديستنيشن والسورس في نفس النتورك زي المثال الموجود قدامنا، يعني مفيش في النص راوتر، في الحاله دي السورس ماك والديستنيشن ماك بيكونوا موجودين في الفريم. اما لو كان الديستنيشن مش في نفس النتورك الموجود فيها السورس، يعني ما بين السورس والديستنيشن راوترز، الموقف بيفرق شويه. في الحاله دي بيتكتب الماك ادرس بتاع الانترفيس الموجود في الراوتر كديستنيشن ماك، يعني السورس ادرس بيكون هو الماك اللي بينتهي بزيرو اي، اما الديستنيشن ادرس او الديستنيشن ماك ادرس بيكون الماك ادرس اللي بينتهي بيه 0 سي. الاي بي ادرس بتاع السورس والديستنيشن ما بيتغيروش، يعني هنلاقي السورس اي بي 110 والديستنيشن اي بي 99. بروتوكول الارب بيجيب الديستنيشن ماك ادرس سواء بتاع الراوتر او بتاع الديستنيشن هوست عن طريق تحويل الاي بي ادرس فيرجن 4 او فيرجن 6 الى الماك ادرس. وبعد ما يجيب الماك ادرس بتاع الديستنيشن بيخزن او بيحتفظ بالماك ادرس بتاع الديستنيشن في جدول خاص اسمه ارب كاش داخل كل الاجهزه. ممكن نسمي الارب كاش الارب تيبل، والارب تيبل او الارب كاش تبقى موجوده في الرام الموجوده في اجهزه الكمبيوتر او داخل الراوترز. وممكن نعرض محتويات الارب كاش عن طريق ارب ارب داش اي في اجهزه الويندوز، وممكن نشوف الارب تيبل او الارب كاش في اجهزه الراوتر عن طريق امر شو اي بي ارب. من الاوت الموجود قدامنا هنلاقي ان محتويات الارب كاش عباره عن الاي بي ادرس او الديستنيشن اي بي ادرس والماك ادرس بتاع الديستنيشن ده او الفيزيكال ادرس، وهنلاقي كمان خانه اسمها تايب ومكتوب فيها قدام السطر اللي بنشاور عليه ان تم تعلم السطر ده دايناميك. معنى كده ان بروتوكول الارب بيجيب الماك ادرس بتاع الديفرنت ديستنيشن دايناميكلي او اوتوماتيكلي. والسؤال دلوقتي ازاي بروتوكول الارب بيجيب الديستنيشن ماك ادرس الخاصه بالاجهزه؟ ده عن طريق رسالتين، رساله بيصدرها الجهاز اللي عايز يجيب الديستنيشن ماك او يعرفه اللي هو في الحاله دي السورس بتاعنا، والرساله دي اسمها ارب برودكاست مسج، وبيوصل رد على رساله الارب برودكاست من الجهاز اللي عايزين نعرف الماك بتاعه، والرساله دي اسمها ارب ريبلاي مسج. خلونا نشرح ازاي العمليه دي بتتم. لما الجهاز الاول يحب يبعت فريم لجهاز معين في النتورك وليكن اخر جهاز عندنا في الشبكه، الجهاز اللي عايز يبعت فريم معروف عنده السورس اي بي والديستنيشن اي بي والسورس ماك، وفضل له يعرف الديستنيشن ماك عشان يحطها في المسج ويبعت المسج على الميديوم. في الحاله دي بروتوكول الارب يبعت الاول رساله الارب برودكاست مسج، والارب برودكاست مسج رساله برودكاست يعني بتبعت لكل اجهزه النتورك، فتوصل الارب برودكاست مسج للجهاز اللي احنا عايزين نعرف الماك بتاعه. رسالة الارب برودكاست مسج مكتوب فيها الاي بي بتاع الديستنيشن وليس الماك ادرس، لان لغاية دلوقتي انا معرفش الماك بتاعه، انا ببعت رسالة لكل الاجهزة، وطالما رسالة مرسلة لكل الاجهزة يبقى الديستنيشن ماك بتاعها 12 اف ورا بعض اللي هو البرودكاست ادرس الخاص بالماك ادرسز. لما توصل لرسالة الارب برودكاست
لاخر جهاز عندنا ومكتوب فيها الاي بي بتاع الجهاز ده، يرد هو بس برساله الارب ريبلاي مسج، ورساله الارب ريبلاي مسج مكتوب فيها الماك بتاعه. بالتالي رساله الارب مكتوب فيها الديستنيشن ماك والسورس ماك والسورس اي بي والديستنيشن اي بي. الجهاز اللي بعت البرودكاست مسج هيسجل عنده الديستنيشن اي بي وجنبه الديستنيشن ماك ادرس، وده في الميموري اللي اسمها الارب تيبل او الارب كاش. بعد معرفه الديستنيشن ماك والاحتفاظ بقى في الارب كاش، يبتدي الجهاز يسند الفريم بتاعه للديستنيشن هوست، ولو في فريم تاني هيتبعت بعد فتره ما يبعتش بقى ارب برودكاست مسج، لانه خلاص عرف وتعلم ايه هو الديستنيشن ماك بتاع اي بي معين. وبتتكرر العمليه لو عايزين نبعت من السورس لاي ديستنيشن. السطر اللي اسمه الارب انتري اللي هو موجود داخل الارب كاش بيقعد فتره زمنيه وبعدين يحصل له ريموفنج من الارب كاش، ولما نحب نبعت فريم للديستنيشن تاني يشتغل بروتوكول الارب تاني ويبعت ارب برودكاست مسج من السورس لكل الاجهزه، وتتكرر العمليه طول ما الجهاز شغال. بكده عرفنا ايه هو دور الارب بروتوكول وايه هي وظيفه بروتوكول الايثرنت في شبكات اللان. اتمنى تكونوا استفدتم من المحاضره، واراكم باذن الله في محاضرات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.